إلى المسيب شمالي بابل، حيث شهد نهر الفرات هناك ارتفاعا ملحوظا أيضا. كذلك غمرت العديد من البساتين الزراعية المحاذية للنهر بالكثير من مائه. نتابع. والله هذا الماء دا يرتفع، كان هسه على حد الصب هسه صعد حاليا اقول تقريبا 20 سنتيم، ولحد هاي الساعه 12 ظهرا صعد المسافه مال الماء. اللي بالنال بعد ساعه الله ولي العلم ايش قد يصعد، هذا بركه وخير، بس احنا نطالب بحفاظ هذا الماء من الحكومه، من اهالي بابل، من حافظ بابل المحترم استاذ كرار. هذا الماء نريده احنا كل ظهر انه